مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح لليوم الجمعة 28/2. اليوم بحلقتنا اسم المنطقة راس النبع، إنما تسميتها أصبحت غريبة عنا، فلا نبع ولا حتى مياه الشفة عم توصل لها. فلتين أمني بموضوع رئيسي ممتد بكل المناطق اللبنانية خاصة بقريتم، لنرجع ننتقل إلى شارع السهر أو الأورجواي ستريت، بالإضافة لكتاب جديد مع زميلتنا مريم الحاج وإضاءة على معرض بيروت كوكينج فيستيفال يلي فتح أبوابه بالبيال. أما ضيفنا لليوم سام لحود، مسؤول قسم السمع والبصري بجامعة الأنديو، لنحكي أكثر عن مهرجان الطلاب يلي بيصير بشكل سنوي. إنما البداية ومثل العادة مع أحوال الطقس، معنا أستاذ عصام حلاوة على الخط من مصلحة الأرصاد. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله، كيفكم انتم؟ بدها تشتي اليوم؟ ايه في شتاء اليوم. اي متى؟ في عندك ابتداء الصباح يعني اليوم في شتاء متفرق متقطع مصحوب بعواصف رعدية من حين لآخر في الجنوب والداخل، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. ابتداء من أي ساعة تقريبا ببلش الشتاء يعني قبل الظهر؟ أكثر شيء بالجنوب وبالداخل يعني بالبقاع. ما رح نشوف شتاء نحن هون. هون في أحيانا هون. نعم. السبت غائم جزئيا مع أمطار متفرقة أحيانا واستمرار انخفاض بدرجات الحرارة. نعم. كذلك يوم الأحد غائم جزئيا مع أمطار متفرقة واستمرار انخفاض بدرجات الحرارة. يعني بلش التحسين من يوم الاثنين تقريبا. للاثنين يعني بنضل بحالة أمطار متقطعة. أيوة. والحرارة اليوم قديش أستاذ عصام؟ اليوم على الساحل من 15 إلى 25، وفوق الجبال من 12 إلى 21، والأرز من 8 إلى 12، وفي الداخل من 9 إلى 21. وبكرة بتنخفض. وبكرة في انخفاض والأحد كمان. نعم. بكل الأحوال بنرجع بنأكد باتصالاتنا معكم، بكرة اتصال جديد إذا الله راد. شكرا لك. تكرمي أهلا. يعطيك العافية. بونجور بيرير. بونجور جوال لك ولكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بحلقة الجمعة نهاية الأسبوع. خلينا نشوف الصحف شو عنوانت. البداية مثل العادة بتكون مع عناوين صحيفة النهار. طرابلس تختبر اليوم نزع فتائل المواجهة، لقاء التيارين بلا تفاهم والحزب ثالثهما، استنفار حدودي للجيش قرب المطلي، كاري البديل من تحقيق السلام انتفاضة ثالثة وزيادة عزلة إسرائيل. المحادثات النووية في جنيف دخلت في التفاصيل، استعداد أمريكي لتخفيف العقوبات عن إيران. لبنان ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب وحضوره الثقافي الرسمي غير منظم وهزيل. وختاما الخبراء السويسريون لا يجزمون بأن البولونيوم تسبب بموت عرفات. من صحيفة النهار إلى صحيفة المستقبل، عفوا إلى صحيفة السفير سليمان للسعودية، الحوار في لبنان ومع إيران، نصر الله أسقطنا العرقنة وسوريا ستتعافى. صراع استخباري أمريكي سعودي على سوريا، واشنطن مستاء من بندر وأنقرة تضيق على جهاديه. جنيف 2 النووي يحقق تقدما، تفاؤل إيراني بتوقيع اتفاق اليوم. وختاما قضايا الأطفال في الإعلام، مشكلة مضامين ومؤهلات مهنية. إلى صحيفة الحياة، أردوغان يتهم موسكو بعرقلة موعد جنيف 2، ومئات البريطانيين يقاتلون في سوريا، قوات النظام تتقدم في محيط دمشق. تقرير باليستي يؤكد استخدام مسدس لقوات الأمن في عملية القتل. تونس وزارة الداخلية متهمة بإخفاء تحقيقات عن اغتيال بلعيد. مصر الحكم والإخوان يتأهبان لرفع الطوارئ. سفير إيران يشترط رزمة واحدة لانسحاب حزب الله من سوريا. سليمان يدعو إلى تخفيف التشنج وتحييد لبنان عن الأزمات والمحاور. محادثات معقدة جدا وعميقة في جنيف. إيران تعلن قبول الغرب اتفاق إطار، وإسرائيل تحذر من خطأ تاريخي. عبد الله الثاني يطالب تل أبيب بوقف الإجراءات الأحادية. كاري يحذر إسرائيل من انتفاضة وعزلة. وختاما بالحياة، رؤساء الأجهزة البريطانية خرجوا من الظل إلى استجواب علني غير مسبوق في البرلمان. بصحيفة المستقبل اليوم، كاري يصف الأسد بالوحش ويقول أن جنيف 2 يحدد خلال أسبوع أو أسبوعين. فابيوس المجموعات الإرهابية متواطئة مع الأسد ضد المعارضة المعتدلة، والصورة اللي عم نشوفها هي لمقاتل من الثوار
صورة التقطت بشمال مدينة حلب. منتابع مع المستقبل تحرك قضائي ومدني لمتابعة قضية تفجيري طرابلس وصولا إلى محاكمة القتلى والمجرمين. حزب الله يتابع نوبته الهستيرية والمستقبل يراها كشفا لإحباطه. القيادة الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بوفاة عرفات. وختاما بالمستقبل، إيران تعلن قبول الغرب لاقتراحها النووي ونتنياهو يعتبره خطأ تاريخيا. عفوا. بصحيفة الأنوار لليوم، لقاء نواب المستقبل والتيار الحر يبحث عن قواسم مشتركة. إسرائيل تتجسس على المكالمات الخلوية لجميع اللبنانيين. وزير الداخلية: الخطة الأمنية لطرابلس تنتظر التوافق عليها. نتوقف مع فاصل ونرجع. نرجع من كف استعراضنا لعناوين الصحف وتحديدا صحيفة الأنوار. لقاء نواب المستقبل والتيار الحر يبحث عن قواسم مشتركة. إسرائيل تتجسس على المكالمات الخلوية لجميع اللبنانيين. وزير الداخلية: الخطة الأمنية لطرابلس تنتظر التوافق عليها. جمعية المصارف: لا تأثير لخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية. المعارضة السورية: انعقاد جنيف 2 بات مهمة مستحيلة. انفجار سيارة أمام وزارة الجيش بتل أبيب. وختاما: قتال عنيف بين الميليشيات يهز العاصمة الليبية. من صحيفة الأنوار إلى صحيفة اللواء، سليمان لللواء: التواصل مع السعودية يفيد لبنان ويعزز الاستقرار. طرابلس: لا تظاهر لجبل محسن ولا سحب سلاح بل فرض للأمن. اختبار تعاون بين كتلتي عون والمستقبل. والوفاء تتهم الطيار بتغطية التكفيريين. ضابط في الحر وراء سقوط بلدة السبينة الاستراتيجية. كاري: موعد جنيف 2 بعد اجتماع المعارضة غدا. وختاما باللواء: محادثات جنيف تمهد لاتفاق إطار يوقع اليوم حول النووي الإيراني. العنوان العريض بصحيفة البلد: تحصين هدنة طرابلس وتصعيد بين حزب الله والمستقبل. الخبراء يرجحون تسميم عرفات واتجاه إلى القضاء الدولي. طهران تحرز تقدما وتحرج تل أبيب. وختاما الصورة اللي عم نشوفها حملة عنوان الموعد قريب، وهي ثلاث مواعيد بترصدها العيون السورية: مؤتمر جنيف 2، خواتيم حركة النزوح المتصاعدة بحلب، وكتابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفصل الأخير من مهمته. بصحيفة ذا ديلي ستار، أبرز العناوين بترجمة إلى التيار الوطني الحر والمستقبل يتشاركان بعض الأفكار في لقاء نادر. تويتر ينطلق في سوق بورصة نيويورك. وختاما كاري يحذر إسرائيل من انتفاضة ثالثة. من ذا ديلي ستار متابعين جولتنا وترجمة إلى عناوين صحيفة لوريون لجور: أفضل من لا شيء، وهي صورة عن اللقاء. فإذا عم نشوفها الصورة، اللقاء يلي امبارح جمع نواب المستقبل مع التيار الوطني الحر. بالعناوين الأخرى بصحيفة لوريون لجور: المستقبل يرد على رعد، حزب الله أظهر وجهه الحقيقي. قوات الأسد تستعيد معقل أساسي للثوار. وختاما 16 قتيلا في تفجير انتحاري مزدوج ضد الجيش في العراق. بصحيفة الشرق أبرز عناوين يوم الجمعة: المستقبل والتيار الوطني الحر، التقاء على انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري. حزب الله ولواء أبو الفضل العباس يخوضان معارك النظام. الائتلاف جنيف 2 مهمة مستحيلة. شربل التقى قادة المحاور في طرابلس. باسيل: خفض التصنيف السيادي للبنان أدى إلى تراجع لتصنيف المصارف. أساتذة الخاصة: الإضراب في 26 الجاري. إسرائيل: اتفاق 5+1 مع إيران خطأ تاريخي. غصن لمكافحة مافيات الأفران. وختاما نهائي كأس مصر من دون جمهور. من صحيفة الشرق إلى صحيفة الشرق الأوسط: البيت الأبيض يشير إلى بحث تخفيف محدود للعقوبات وتصريحات إيجابية في جنيف. مسؤول أمريكي: نشاور حلفاؤنا الخليجيين قبل وبعد كل جلسة تفاوض مع إيران.
رئيسه طبيب عيون ونائبه مسيحي وثلث الأعضاء ليبراليون بمرجعية إسلامية. إخوان سوريا يعلنون ميلاد حزبهم وعد. أكدت للشرق الأوسط أنها لا تتهم أحدا. سهى عرفات: أبو عمار قال لي يجب أن تعرفي ماذا أصابني. وختاما بأخبار الرياضة: مدرب دورتموند يرشح أرسنال للفوز بالبطولة الأوروبية. إلى صحيفة الأخبار بأبرز عناويننا لليوم: كاري يحذر إسرائيل من انتفاضة ثالثة، ونتنياهو يخشى صفقة القرن مع طهران. اتفاق على النووي الإيراني اليوم. داعش والنصرة حرب باردة. وختاما تمرد غزة نحو العصيان المدني، على حماس أن تتنحى وإلا. ختام جولتنا على صحف اليوم بيكون مع صحيفة الجمهورية: التيار ينظم خلافه مع المستقبل، وحزب الله يواصل هجومه العنيف. تدابير أمنية استثنائية في طرابلس. من هو الرئيس القوي؟ ديون لبنان ومصارفه في مواجهة خفض التصنيف. كليوباترا هذا الزمان والغيرة القاتلة للقيصر. وختاما كاري يحذر إسرائيل من العزلة وانتفاضة فلسطينية ثالثة. هيك بنكون خلصنا جولتنا على صحف اليوم. ننتقل هلا لعن جوال وجولة على أخبار الثقافة. إذن حلقتنا بتتابع مع الأخبار الثقافية اللي بنبداها المرة من طرابلس. مهرجان طرابلس الدولي للسينما بعنوان الثقافة تقاوم بإدارة جوسلين صعب رح ببلش مهرجان ب 14 تشرين الثاني بمجمع سيتي كومبلكس، بالتزامن مع عرضه أيضا بالمتروبوليس وعدد من الجامعات. مجموعة كبيرة من الأفلام، تحديدا 18 فيلم رح بيشاركوا بالمهرجان، الأغلبية لمخرجات عربيات. رح بيكون في لهم أفلام وعروضهم. أما الافتتاح فرح بيكون مع حجر الصبر للمخرج عتيقر حيم او الحيمي عفوا، المأخوذ من روايته الحاصله على جائزه كونكور، ومنشوف منه بعض المشاهد. لا هو فيلم طيب خلص يلا يلي مشارك ايضا بالمهرجان لراني عطيه ودانيال غارتيا. ومن ايضا الافلام يلي مشاركه: ياما للجزائريه جميله الصحراوي، بالاضافه لحبيبي راسك خربان لسوزان يوسف. اما من الرجال المخرجين يلي مشاركين فهو فيلم بعنوان خلف التل للتركي امين البر، بالاضافه لاحلام المدينه لمحمد ملص، وبيكون العرض يلي بيحمل رقم الف ضمن هالمهرجان. منتابع مع المهرجانات ايضا مهرجانات الافلام، مع مهرجان افلام الطلاب بجامعه سيده الويزه يلي رح بيكون حديثنا اليوم مع الضيف، يلي ببلش ب 10 الشهر وبيتابع لغايه 17 تشرين الثاني بالحرم الرئيسي بالجامعه. السنه المهرجان بيحمل عنوان The Power of Youth. منتابع ايضا اخبارنا وتحت عنوان فانتاستيكا انترناشونال شو، عرض مخصص لكل العائله للكبار والصغار. ببلش بسبعة كانون الأول وبيستمر لغاية آخر كانون الأول تقريبا 29 شهر تحديدا بمجمع ميشيل المر، ومنشوف المشاهد. فانتاستيك وورد بتقدم فانتاستيكا انترناشونال شو، استعراض عالمي رائع لكل الأعمار بالاشتراك مع أطول رجل بالعالم، ابتداء من 1 كانون الأول ديسمبر بمجمع ميشيل المر الرياضي البوشرية جنب السيتي مول. تباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستور. للحجز والضمان 03-350-820. منتابع ايضا مع العروض. The Night of the Editors هو عنوان العرض اللي رح تقدروا تشوفوه بليلتين 9 و10 كانون الأول 2013 على مسرح قصر اليونسكو، ومناخد منهم بعض المشاهد. You were the creation of man's greatest imagination. The shapers of society. The poetry of capitalism. Are you there? Hello? Hello, come here. You still there? Hello? Are you there? But
There are those who rely on repetition and منتابع اخبارنا. توقع باسكال صوم ديوانا الاول يلي بيحمل عنوان تفاصيل بحفل بتتخلله كلمه للشاعر نعيم تلحوق وعازف على الكلارينات للموسيقى طارق بشاش. الموعد الاربعاء 13 تشرين الثاني بالساعه 7 المساء بقصر اليونسكو. شادولاند عرض فني كثير حلو، موسيقى وعروض رح بيقدموا كازينو لبنان بستة سبعة وثمانية كانون الأول ابتداء من الساعة 9 المساء. رح نشوف بعض المشاهد وبذكر بيتضمن هالعرض لوحات راقصة غنائية تمثيل بالإضافة لعروض السير، ومثل ما عم نشوف كله مبني على لعبة الظل. طيب هذا فأذن هيك فكرة صغيرة عن يلي ممكن تشوفوه. رح أرجع أذكركم بالمواعيد، هالعرض فيكم تشوفوه بكازينو لبنان بستة سبعة وثمانية كانون الأول. هالمرة أحوال تراث. جولتنا على طرقات اليوم منبلش نشوفها من خلال الكاميرات، وعم نشوف جسر سليم سليم، فإذا حركة سير كثيفة باتجاه العاصمة من جسر سليم سليم إلى أوتوستراد البربير، وكمان إن كان بالنفق أو الطريق الموازي له كمان عم نشوف ضغط سير كثيف. أوتوستراد الزلقة أكيد مثل كل صباح خلال الأسبوع كمان بيشهد على حركة سير كثيفة جدا. صيدا عم نشوف حركة سير عادية بصيدا لليوم، من صيدا بننتقل بكاميرتنا إلى أوتوستراد جوني، وعم نشوف كمان كيف السير عم ببلش يصير كثيف على المسلك الغربي، وعم نشوف كمان على مثلث خلدي كمان في اكتظاظ للسير. كاميراتنا اكيد عم تنقلنا كل نبض الشارع، ولكن معاون اول جهاد ابو زكي من غرفه التحكم للمرور بمدينه بيروت عنده تفاصيل كثير يعطينا اياها لليوم. صباح الخير. صباح النور لكم وللمشاهدين. اهلا فيك، تفضل، شو فيك تفيدنا عن حركه السير لليوم على مداخل العاصمه؟ نعم، بدي ابدا من جوني كالمعتاد. المسلك الغربي عم بيشهد حركه كثيفه مع بعض التوقفات عم تتراوح ما بين الكازينو وصولا لنفق نهر الكلب. منكفي على نفس المسلك المدخل الشمالي لبيروت نقاش انطليه جلي الديب وصولا لنهر الموت والدوره باتجاه الكارنتينا. نعم. ايضا صالومي باتجاه الحايك، الحايك باتجاه سن الفيل جسر الواطي. بنتقل لمحور كفرشيما شويفات مفرق بشامون عم بيشهد حركه كثيفه. المدخل الجنوبي خلدي باتجاه الانفاق مثل ما ذكرت حضرتك في ازدحام مع بعض التوقفات. ضمن مدينه بيروت عندنا المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا نفق سليم سليم،
الساعة القادم من البربير باتجاه كورنيش المزرعة أيضا عم يشهد حركة كثيفة وأوتستراد الرئيس الهراوي باتجاه أوتيل ديوسيسي. نعم الطرقات اللي ذكرناها عم تشهد ازدحام صباحي كالمعتاد. نعم معاون أول الجهاد أبو زكي شكرا لك على كل هالمعلومات وبنتمنى لك نهاية أسبوع حلوة. وبذكركم أنه اليوم مع زميلنا يقظان التقي على إذاعة الشرق ضيوف ضمن المجازين السياسي الإعلامي موفق حرب استاذ العلوم الاقتصادية والسياسية بالجامعة اليسوعية الدكتور سامي نادر رئيس اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة محمد الشقير وإطلالة خاصة للمفكر الكبير الدكتور جيلبير الأشقر من لندن. فإذا الموعد على الساعة 8:30 الصبح. نحن هلأ رح نتوقف معطيني فاصل ومن بعده تقرير أخبار الصباح المنوعة بتبلش طلق معنا. صباح الخير. كما الحبل السياسي المقطوع كذلك الوتر الأمني والبلد فالت. بأقل من أسبوع سجلت التقارير الأمنية ارتفاع نسبة الجريمة من طرابلس لمستيتا وبعلبك إلى الضاحية الجنوبية. هيدا غايد من فايد عن يلي عم بيصير ببلدنا الراقي لبنان وحالة الخوف عند المواطن وكأننا في القرون الوسطى وعصور الظلام. هنيئا للبنانيين بدولة ما بقى منا إلا اسمها الفضفاض، دولة جيرت سلطة القرار لمصلحة قادة المحاور ورؤساء الميليشيات وقوى الأمر الواقع، وما بقي أمام المواطن إلا القفز فوق الحبال وتجاوز الألغام والتنهد. المحطة الأولى اليوم رح بتكون من قريطن، منطقة منا الوحيدة يلي عم تشهد على ظاهرة فلتين أمني عم بتطال أهالي المنطقة. شباب عم بيتعدوا على سكان المنطقة والمحال التجارية لا تبقى ضحية هالأعمال. خلينا نشوف التفاصيل سوا بهالتقرير. هيدا وهيدا الاثنين اجوا نقلت سيارة وهربوا الاثنين وما حدا بيعرف لوين هن مين هن. ما شفنا الا الطاق لا سيارة ما شفت شيء، ما لأن ما بتخبى بسيارة كيف بدك تشوفي؟ ما فيك تشوفي، تخبى بقلب السيارة. بكل شيء بكل شيء بكل شيء بهالبلد فالت، يعني للأسف إنه ما عم نقدر نمشي بطرقاتنا، أولادنا ما عم يخلون يمشوا. يا الفلتين أمني هيدا لو في دولة ما بيصير هيك أساس. ببلد خارج عن سلطة الدولة لازم تتوقع كل شيء، فالأمن والاستقرار ببلد الأكشن أشبه بالحلم المستحيل. واليوم ظاهرة جديدة بتتنقل بشوارع المدينة لا تترك خلفها قلق عند المواطن. هالظاهرة تمثلت بسيارة مجهولة الهوية بتتنقل من منطقة إلى أخرى لتستهدف زجاج المحال التجارية، وقريطم إحدى ضحايا هالظاهرة. بالمكتب قاعد وما سمعنا إلا شيء مثل انفجار ونزل يعني وقشط الازاز كله وكذا محل بالمنطقه هون، وطبعا طبعا ظهرنا وما لقينا شيء يعني من اثار الا بعد يومين ثلاثه لقينا هيك مثل قله صغيره يعني. اجى لعنا جماعه التحريه وما التحريه وعملوا كل الاجراءات. هيدي الواجهه اصلا كنت برا حتى لما هرت، هيدي كنت واقف برا وخبطت، هيدي نزلت كلها، هيدي ضلت واقفه ضل يعني عرفتي مفسخ كل ازاز هون ببول صغيره هيك حديد شي بتضرب بس كثير قوي ضغطه كثير قوي. لا سياره بعتقد سياره لانه في عالم برا كانوا شافوه اكيد. زازي حقه 700 دولار هلا وما معي لحتى اقدر جيبه هلا، عرفتي كيف؟ عشان هيك ملزقه. اجوا الدركت عملوا معنا تحقيق وقالوا لنا روحوا تشكوا، رفعنا دعوه وعم بيقولوا انه كمشون للزلمه. قال كمشون، قالوا لنا انه حيرجع يعوضوا عليهم انه بيوا للكسر الازاز، قالوا لنا انه حيرجع يعوضوا عليهم. كسرين تقريبا شي 80 ازاز، اذا كل ازاز حقه 1000 دولار هاي 80000 دولار يعني، اذا كل ازاز يعني. اذا عم بقول انه مثل عم تقول انت بده يعوض شو يعني، هيدا انا بقول يمكن يعني عصابه. هاي الشباب اللي عم يمروا اللي عم بيأذوا عمر 18 19 و20 سنه بعدهم صغار يعني، عم بياخذوا سياره ببين بدون ما يعرف وعم بكسروا الازاز، وبعدين معهم سياره فخمه، اي رانج فخم يعني،
للأذى، بس للأذى. الحق على الدولة ما في، ما عم تعاقب يعني، عم تكمشهم شهرين ثلاثة وعم تطلعهم. إذا ما صار واسطة يعني بيطلع بنفس الجمعة، بيطلع كلهم معهم وسايط، هلا عم يعملوا شغب معهم وسايط، معروفين من هن. المحلات المتضررة بانتظار التعويض أو لفتة صغيرة من الدولة، أما المحلات الغير متضررة فإيدها على قلبها وعلى زجاج واجهتها، وفاتورة الفلتين الأمني وأعمال الفوضى والشغب ما بتوقع إلا على راس المواطن. ما عاد نسترجي نحط إزاز، لأن بالمرة ما عم يخلص ولا إزاز ولا شيء. لأن كسروها، قمنا ركبنا نايلون محل نايلون أحمى، يعني هيك ما عاد في كسرها بقى. الحمد لله انه ما حدا كان بالمحل، يمكن لو نزلت على حدا اذيته منيح طلعت بالازاز. ما فرقت معهم غير حالهم. شو بيجي للناس على ناس مسؤوليه او شيء ما فرقاني معهم. اذا قصه الشباب محلوله، انا عندي مطلوب نهار 2500 دولار شهريا، نهار الجمعه انسرق من عرمون، فتشنا وبحبشنا الدرك. شو بقولوا اذا المصيغ 50 سيسي بتلاقيها يا بمخيم شتيله يا بالحي الغربي، إذا موسيك 100 سيسي بتلاقيها وين؟ بالأوزاعي. إذا موسيك 250 سيسي بتلاقيها بالكفاءات أو بحي السلم عن بيت الزعيتر. طب وين الدولة تروح تجيبهم؟ إذا الدولة والناس اللي بالطريق معهم هالخبر، وليه بتروح تجيبهم الدولة؟ حد اسمك مقبول ولا حاج، قد ما بدك في سايبين وزعلان، قد ما بدك. عم نشوفهم بعيننا يعني، بس شو فينا نعمل نحن؟ كل واحد بخاف على حاله، بعدنا عاملين محل جديد و كله يعني كركبوا الدنيا وكركبوا البلد. بيجي شغلة انه هيك صغيرة بوقفوا الشغل اكيد بالمحل يعني، والبلد مش ناقصة يعني توقيف شغل. ما في دولة، لو في دولة كان في امان، بس ما في دولة، ما في دولة نلحق على بعض، ما في دولة. رح نتابع حلقتنا هالمرة مع كل يلي بحبوا وبيهتموا بالطبخ. رح ننتقل إلى البيان للبيروت كوكينج فاستيفال يلي فتح أبوابه، معرض بيجمع كل المهتمين بفن الطبخ اللبناني والعالمي. الحدث عم نشهده للسنة الثانية على التوالي، والسنة المقبلة رح نكون على موعد مع عرض بيصير لأول مرة بالشرق الأوسط مخصص لمحبي الشوكولا. أما عن المعرض السنة، تقرير بيعطينا كل تفاصيله. زمانات ما كان حدا يسخن بلبنان، ما كان في شيء غير اكلاتنا نحن اللبنانيه، عندك البونه كلها هون، عندك الزيتون واللبنه وكله، بقعد يفتح النفس. لا سوا معقول بامي ورز، في اكل غربي كثير طيب وفي اكل لبناني طيب. والله رمان بولب احلى من القمر، يا ما رمى عشاق عدرو بالخطر يا يابا. من سنين طويلة غنت نجاح سلام لأطيب لقمة عربية وهي اللقمة اللبنانية، ومن سنين لليوم ما زالت هاللقمة بتجمع الشرق والغرب بطعم ممزوجة بالأصالة والتقاليد والمنتوجات اللبنانية. ومن سنتين لليوم مهرجان الطهي عم ينظم ببيروت وتحديدا بالبيال، المأكولات اللبنانية تستضيف الحضور وتستضيف أيضا مأكولات غربية وحلويات بمهرجان بيستمر لعشرة تشرين الثاني نوفمبر المقبل. المعرض من اليوم بلش لنهار السبت، هو بيتكون فيه عارضين تقريبا حوالي 70 عارض، عندهم مأكولات لهالست البيت لهالفود لوفرز، يكون عندهم من العدة الطبخ الروبو الأكل الشرب. عندك عارضين، عندك كمان كل شيء بيو إذا حدا بيحب يشتري أشياء بيو، وعندك نشاطات. I think it's very important that you have a festival like this to show the product. Of course, I've been here since January, and even in Uruguay, the Lebanese community in Uruguay
produces it, they had invited me with their Lebanese restaurants in Montevideo. وهذا دليل انه بلبنان العالم دائما بتحاول اكثر واكثر رغم الصعوبات انه تكون موجوده وبنتمنى الخير للجميع. أكثر من 100 عارض بيشاركوا بهالمعرض من خلال منصات بيستعرضوا من خلالها آخر الأكسسوارات والمعدات والتجهيزات المطبخية بنكهات لبنانية وأجنبية، ولكن محبي اللقمة اللبنانية كان لهم الحصة الأكبر. جد كتير طيبة، بس صراحة هيدي عجينتها مثل باف بيستري، هي باف بيستري كتير طيبة، مكونات كتير صحية والشوال كبير. It's delicious. I think the sweets baklava. And everything that's sweet is my favorite. أنا أول مرة بيجي. حلو كتير المعرض. في غراض حلوة كتير. عندك التبولة، الحمص بطحينة، المتبل بتنجان. هيدول أكلات معروفة. يعني تقليدية أكيد. هالمعرض المطعم بأشهر المأكولات اللبنانية بيعطينا موعد كل سنة على أن نستضيف السنة القادمة وللمرة الأولى سالون دي شوكولا حصريا من فرنسا. أحلى من القمر يا مارا ما عشاق عدرو بالخطر يا يابا. أنا بحب هيك تقارير جوال. شرفي كبيرة، اشتهينا. يعني بين التبولة والبقلاوة والشوكولا في خيارات كتيرة. كبيرات مش معقول تشتهي التبولة الصبح. خلينا هلا ننتقل من تقاريرنا دايما ببيروت، ولكن تحديدا إلى شارع الأوروغواي بوسط العاصمة، هالمكان يلي عم بيستقطب بمحبي السهر، فالحانات والملاهي الليلية أصبحت المتنفس الوحيد لتمضية أوقات مسلية. الحركة بشارع الأوروغواي صورة جميلة عن الحياة بلبنان، خلينا نشوف التفاصيل سوا بهالمشاهد. ما بتكون جولتنا بشارع الجميزة والحمراء عند سؤالنا المواطنين عن الحياة الليلية والأماكن اللي بيقصدوها للسهر، ولكن هالمرة جذبتنا الأوروغواي ستريت، هالشارع المخفي ما بين بناية النهار وجنينة سمير قصير، واللي افتتح من حوالي سنة ونص، وخلال هالفترة الزمنية القصيرة استطاع أنه يجذب عدد هائل من محبي السهر وانتشروا أماكن السهر فيه. الأوروغواي ستريت بلش قبل سنة ونص، قبل كان 3 محلات، هلا اذا بتشوفي كل المحلات صار عددهم اكثر بكثير. ليك بالنايت لايف تبع لبنان كلها ما عندك هيدا الشارع، يعني كل الشوارع يلي انخلقت او عندك التراجات تبع السيارات او عندك الزمير او عندك العجقه يلي بتوصلي فيها او منهم اكسسبل كثير، وكل الناس حد بعضها والميوزك حد بعضها، يعني المعجب والمحل بينه وبين محل، كل محل له كاركتير شيء. عادة بالصيفية بكف شوي هون الشارع، بس بالشتاء بصير الشغل أحلى، بصير في إيفنتات، كل فترة بيعملوا شيء حلو. أكثر منطقة لهلا بتحسيها إنه سكيور بكل لبنان. الشارع كتير مهضوم وكل الإن بيبل البيروتية كلها بتجي لهون، جيت على الهالوين لهون كمان تنكرت وكل شيء وانبسطت كتير، عملت بسينة. أكيد عندك الحمرة وجميزة وكذا. هذا كاليبر الناس بيختلف عن كاليبر هونيك طلاب جامعات مينلي، بين جميزة وبين حمراء، هون عامل طابع مينلي للوركرز. هيدا الجو الحلو هيك كول، مش مثل غير محلات هيك العجقة البشعة، يعني شايف كله تراسات سو العالم بتحب تتفرج على بعضها اللي قاطع واللي جاي، وفي ماركت يعني لايك الشارع كله منتلي يعني وكله نفس الامبيونس، نحس حالنا مرتاحين ونتسلى ونكون بمحل حلو ومرتاح ما في ضغط علينا. انا اكشلي عايش بدبي، بس لما اجي على لبنان وارجع بيروت برجع على الاوروغواي ستريت بشوف اصحابي هون. The places are cheap comparing to other pubs وهيك، بس يعني profitable. ستايل حلو كثير بعيد عن العالم يعني. وهذا الشارع قديم بابيت وموسيقى كثير حلوه هون، كل شيء فيه حلو. انا بنبسط فيهم، بحب يكون في هيك جو بلبنان. وان شاء الله تعزوا اكثر واكثر كمان. وقت بشرة هون دائما بقول انه انه لبنان مش بس في حرب وفي وبيتخانقوا بين بعض، لا في كمان عالم انه بدها تسهر وبدها تعيش وبدها تكفي حياتها طبيعي.
تواجد الأوروغواي ستريت بوسط بيروت وعلى مقربة من وسط المدينة أو الداون تاون، إنما ما بتخلى حانيته ومطاعمه من الساهرين. على عكس الداون تاون، فالمؤسف بالموضوع والملفت للنظر إنه ما زالت الحركة بالداون تاون مشلولة، شوارعها فاضية ومحلاتها مغلقة. الصندفين تسكر لأنه الصندفين متكل على السياحة، متكل على العالم اللي بيجوا من برا كسواح. هون أكثر جو لبناني أكثر. الصندفين ما في عندك نايت لايف فيها. بالنهاية لبنان مين بروفيت تبعه هو النايت لايف. يمكن الخيام قبل أثروا حد الساعة ما بعرف قد عم يشتغلوا، بس هون لقدام أكتر وأكتر. من سنتين لهلا العالم كلها عم تروح للبابز أكتر ما عم تروح للمطاعم، يجوا بياخذوا درينك، حتى صار في الأكل كمان موجودة بالبابات. سونترفيل غير نوع عالم، غير فكرة، غير هونيك رجيل كافيات قهوة. ما بيعتمد على اللبناني، بيعتمد على الناس الجيد إن كان خلجين ولا واتفر، مشان هيك الجامعة سكروا فوق. أكيد وضع السياسة مش عم بيساعد إن العالم تشخل على الآخر ومحلات تشخل على الآخر، هذا أكيد سبب الأساس يعني الوضع الأمني والسياسة. سونترفيل بتجي أسواق أكتر، مولات أكتر للسواح بلكي، وهلا معنا كتير سواح هالفترة. بيروت ما في أحلى منا، بيروت أحلى بلد بالعالم بالدنيا. أي والله بالدنيا كلها. وبعدين فيوتشر أنا شهادتي مجروحة، بحبهم كتير. من الجميزة لمرم خايل للحمرة وصولا للأوروغواي ستريت، انتشرت المطاعم الحانات والملاهي الليلية بكافة أنحاء المدينة ليبرهنوا اللبنانيين عن وجودهم وحضورهم رغم كل الظروف الطاغية والحالة الاقتصادية المزرية. نتابع أخبار صباح مع زميلتنا مريم الحاج. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال. شو هاتي بالحلوين؟ ميرسي جوان. عندنا كتاب واحد اليوم. عندنا كتاب. كيفك يا رات؟ منيحة وأنت؟ ماشي الحال. كتاب واحد؟ نعم اليوم كتاب واحد وباللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية وكتاب كتير مهم. عادة جوال وبيرات بيكون هاجس الروائي ابتكار أحداث تدهش القارئ، إلا أنه قد ما يتخيل الروائي هناك بعض الأحداث اللي بتجرى على أرض الواقع تتفوق على كل محاولات الخيال. إيران البلد المتطور اقتصاديا واستراتيجيا ونوويا هو من أكبر اللاعبين على الساحة السياسية الشرق أوسطية، إلا أنه بالمقابل ما قادر هالبلد يأمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان ومن الحرية الفكرية والدينية. بكابتيف إن إيران منروح برحلة إلى أكثر الأماكن خطورة بالعالم، إلى سجن إيفيان الشهير، إلى هالمكان يلي بلغ فيه الظلم والاستبداد أعلى وأخطر مستوياته. مريم رستنبور ومرزية أمرزادة فتاتين إيرانيتين سيقوا إلى السجن بالعام 2009 بسبب معتقدات الدينية ولأنهم بكل بساطة مسيحيين، سجنوا حتى من دون أعطاء الحق بالدفاع عن نفسهم. إذن بهالكتاب بتحكي مريم ومرزية قصة سجن لمدة 259 يوم، فبيوصفوا بهالكتاب العنف الجسدي والمعنوي يلي تعرضوا له وحالة السجن المزرية وواقع السجينات، من أساليب التعذيب إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى الإعدامات العشوائية. مع مريم ومرزية بندخل إلى دهاليز هالسجن، إلى ظروفه المأساوية من انعدام الرعاية الطبية، الازدحام داخل الغرف، إلى حالة الأطفال المسجونين مع أمهاتهم، وإلى الآلاف من النساء يلي دخلوا إلى السجن ظلما أو لحتى ينفسوا عقوبة جريمة ارتكبها زوج أو أخ أو أب. إذن هالكتاب بيكشف عن نظام ما بيعرف الرحمة وما بينظر إلى المرأة إلا على أن أدنى مستوى من الرجل، وأن سلعة مهمتها الوحيدة خدمة الرجل وتلبية رغباته. كابتيف إن إيران بيسلط الضوء على واقع الأقليات بإيران وبيكشف عن مدى فساد الحكومة الإيرانية بمعاملتها لمواطنيها بشكل عام والمرأة بشكل خاص. بهالكتاب ما رح تكتشفوا فقط قصة سجينتين، إنما قصة شعب
مسجون بأكمله. نعم مريم، على أي أساس تم إطلاق سراح مريم ومرزية؟ وهل كل مسيحيين إيران هن معرضين للسجن بس لأنهم مسيحيين؟ نعم بيريت، هون خليني أوضح أنه مش مجرد كونه مسيحي يسجن الشخص بإيران، هناك قانون بإيران يجرم كل من يبشر بالمسيحية أو كل مسلم يعتنق الدين المسيحي، وممكن بهالحالة توصل عقوبته للإعدام. مريم ومرزية سجنوا بتهمة التبشير بالدين المسيحي، وكان من المفترض يبقوا بالسجن لسنوات عديدة، وكان أيضا من المرجح أنه يتم إعدامهم، ولكن خروجهم من السجن أتى على أثر الضجة العالمية اللي أثيرت حول قضيتهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أجبر الحكومة بذلك الوقت الإيرانية على إطلاق سراحهم طبعا حفاظا على ماء الوجه. نعم يلي عم نشوفهم وراك على الشاشة مريم هولهن أكيد. صحيح صحيح. من 4 سنوات تقريبا صارت هالحادثة، يعني بال2009. اليوم كيف فينا نوصف واقع الأقليات بإيران؟ هل ما زال الحال على ما كان عليه؟ نعم جوالي، اليوم ما في شيء تبدل بإيران، لبل يزداد الأمر سوءا للأسف. الأسبوع الماضي صدر حكم بجلد 4 مسيحيين بسبب تناولهم النبيذ خلال حفر القربان المقدس، وما زال القص يمكن سمعتوا فيه الأمريكي سعيد عبديني مسجون بسبب إيمانه، وهو نقل من يومين من سجن إيفاين إلى سجن آخر، بعد بيقولوا أنه أكثر خطورة ووحشية من اللي قبله. اليوم تقارير الأمم المتحدة تندد بممارسات إيران السياسية وسياسات القمع والاضطهاد لغير المسلمين، والتقارير تشير على أن الحكومة الإيرانية تسترسل بقمع الحريات الدينية، وأنه على الرغم من حملة تحسين الوجه يلي عم بتقوم فيها الحكومة الإيرانية مؤخرا، إلا أنه فعليا إيران تواصل انتهاكها لحقوق الأقليات ولحقوق الإنسان. نعم. يعني للحفاظ على ماء الوجه بقضية هالصبيتين بس، يمكن نعم. غير هيك ما زال الحال على ما هو عليه. صحيح جوال، للأسف. نعم نعم. نعم مريم، نحن متشكريك. نعم. كتاب مشوق جدا، يمكن بيدعي مجموعه كثير كبيره من المشاهدين انه يقروا. شكرا لك، ميرسي. خلال هالاسبوع عم نحاول باطار فقرتنا السينمائيه انه ننقلكم فعاليات مهرجان ابو ظبي السينمائي بدورته 7، هالمهرجان اللي جمع عدد كبير من النجوم العرب والعالميه. اليوم ايضا محطه جديده مع هالمهرجان يلي عم بيقدر انه يخلق مساحه سينمائيه وابداعيه. كاميرا اخبار الصباح كانت حاضره مثل العاده ورجعت بهالتقرير. بهالدورة 7 من مهرجان أبو ظبي السينمائي وضمن أفاق جديدة، عم بتشارك المخرجة المصرية أتين أمين بفيلم الروائي الطويل الأول فيلا 69. فكنا موجودين لنتابع فعاليات السجادة الحمراء. الحي اللي كان المفروض بتدور فيه الأحداث وحي الدقي هو الحي اللي أنا اتربيت فيه أنا ومخرجة الفيلم. هو حي متنوع جدا اجتماعيا، والفيلم بيحاول يعكس التنوع ده. يعني هو في طبقة برجوازية قديمة تقريبا بتختفي يعني من الحي، وفي ناس جداد بتتنقل ليه، ففي نوع من الجدل الدائم ده. الفيلا الدقي فاضل فيها فيلل قليلة جدا، أغلب الفيلل بتتهد وبيطلع مكانها عمارات 19 دور و20 دور. لما اشتغلنا مع الممثلين كنا بنعمل بروفات وبنرتجل حاجات في البروفات لأنهم ما كانوش قارين السيناريو، وكانت الارتجالات دي كان جزء منها بيخش في السيناريو، يعني آخر درافت من السيناريو كان فيها جزء من ارتجالات الممثلين اللي حصلت في البروفات، فبالتالي هو كان بروسس أونجوينج، يعني طول الوقت كان بيتطور من 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 أول مرة لغاية ما احنا كنا بنصور لآخر يوم كانت الحاجات بتتغير، وحتى في المونتاج كانت الحاجات بتتغير. الفيلم من بطولة خالد أبو النجا ولبلبة وأروى جودة. أحداث الفيلم بتدور بمكان واحد داخل الفيلا. بتدور أحداثه حول حسين، رجل عايش بعزلة، لكن رح ترجع شخصيات من ماضي لتقتحم عزلته وتغير له حياته، منهم أخته وحفيدة وحبيبته القديمة. أمور كتيرة رح تتغير بحياته وبشخصيته وبأخلاقه الغريبة. هو حسين، هو الشخصية من أول صفحة لغاية آخر صفحة، من أول مشهد لغاية آخر مشهد، زي ما أيتم بساعات بتوصفه بيشوك، بس برضو بتحبي. هيموت بس هيعيش،
غدت جدا بس قلبه طيب، فالناس دي ما بتموتش، بتفضل عايشة. هي كانت على علاقة بي قبل كده وبيظهر فجأة في حياتها، بس هي ما بتعرفش ليه، وأثناء الفيلم بقى بتعرفي هو ليه ظهر في حياتها ونتيجة ده على حياتها كان عامل ازاي. أنا دوري مش كبير قوي، لكن هو دور مهم طبعا، لكن كان فكري كله أني أقدم شكل جديد بيفكر في السينما الشبابية. الفيلم بالعرض العالمي والعربي الأول ضمن مهرجان أبو ظبي السينمائي بالدورة السابعة. والله هي التجربة بالنسبة لي كانت شوية غريبة، لأن أنا في الأول خالص ما كنتش في دماغي أمثل، بس الموضوع جالي وقلت همثل، وكان تشالنج شوية، وكان عندي خوف من الكاميرا، ففي الأول كان في خوف، وبعدين الخوف اتكسر، اتعودت تماما على وقفة الكاميرا. ف it was a very pleasant experience، فكرة إن أنا كسرت الخوف وبعدين اتعودت على الكاميرا وحبيت بعديها وقفة الكاميرا. ذوق الجمهور المصري واتجاهاته وغياب الانتاج بشكل كبير ادى لان في نوعيه واحده بس من الافلام هي المنتشره في السوق، وانا مش ضد النوعيه دي تبقى موجوده، بس لازم يبقى في نوعيات اخرى ومنتجين بيعملوا منتج اخر غير المطروح حاليا. يعني جيل جديد من المخرجين الواعدين عم بيقدموا اعمال مختلفه عن السابق، مجموعه غنيه من الافلام تبعنيها بهالدوره. انا عايزاكم تشوفوني في اخبار الصباح علشان هقابلكم واحكي لكم حاجات كتير على الفيلم الجديد بتاعي ليلة 69. الى اللقاء، باي لبلبة. رح نضل بأجواء المهرجانات السينمائية، بس من أبو ظبي رح ننتقل على الزوق بلبنان. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك سام لحود، مسؤول قسم السمعي والبصري بجامعة الأنديو. رح نحكي عن المهرجان السنوي المخصص للطلاب. هي أي سنة؟ سابعة. عقبال المية. عقبال المية. شو المختلف السنة عن باقي السنوات؟ هو الفستيفال بحد ذاته كل سنة ما في شيء بيشبه التاني، ما عدا الإطار. يعني الشكل التنظيمي هو بدله ذاته، اللي هو 8 أيام من الأحد للأحد، كل يوم من الساعة 3 لوقت منخلص يعني لنص ليل. بس بطبيعة الحال لأنه فستيفال أفلام وكل سنة في عنا أفلام جديدة، سو البروغرام كله مختلف، يعني ما عنا ولا شيء مكرر عن السنين السابقة. طيب كم سنة كم فيلم هالسنة مشارك؟ ومن نحكي كمان عن الحضور يمكن الغير لبناني اللي دايما كمان بيجي هيك مثل إضافة على مهرجانكم. هلأ نحن بتعرف المهرجان هو الأساس تبعه هو الطلاب اللبنانية، لأن نحن منحب نفرجي العالم شو عم يعملوا تلاميذ لبنان بكل جامعات لبنان. بس السنة نحن أضفنا على التسمية، تغيرت شكل الفستيفال وتسميته أنه صار مهرجان جامعة سيد وزي الدولي لأفلام الطلاب. وعندنا السنة حوالي 25 فيلم من برات لبنان من جامعات أو أفلام مستقلة، وفي حوالي 80 فيلم من الجامعات اللبنانية مقسمين على 3 كاتيجوريز، يا إما فيلم روائي قصير أو فيلم وثائقي قصير أو فيلم أنيميشن. نعم، مبروك الانترناشونال على الفيستيفال. هلا نحن بتعرفي بيارات نحن مش كثير بنحب انه هيك انه البهوره مثل ما بيقولوا، بس صرنا كذا سنه عم نستضيف افلام من برا، بس لقينا انه صار الوقت انه نعطي نسمي مثل ما هو يعني. بس كنا قبل عم نجرب انه كانت اختبار على سنتين، وهيدي السنة الثالثة بيكون معنا مشاركة دولية، فقررنا السنة انه نفوت بالتسمية مثل ما هي. لأنه في مشاركة دولية لا تعطون حقهم يعني. ما أخذتوا تام معين للأفلام؟ السنة نحن بتعرفي انه كل سنة كان يبقى عنا تام متعلق بحسب شو عم نعمل بقلب الفستيفال. السنة قررنا انه يكون المهرجان تام تبعه قوة الشباب، The Power of Youth. مش أغلبية كل الأشياء الموجودة بالافتتاح وبالفستيفال وكل البرزنتيشنز والأفلام والعروضات الخاصة لها علاقة بقوة الشباب وقديه ممكن يأثروا بالسينما. وهالأشياء لأنه عندنا ما تعطيكي اكزامبل، في أول شيء في فيلم فيتشر فيلم أنتجته جامعة لويز السنة، هو كله عمل أشخاص مخرجين تحت 25 سنة. يعني لأول مرة مخرجين بفيتشر فيلم، اخترنا 7 طلاب من الأنديو تخرجوا مؤخرا وقلنا لهم هيدا الفيلم بكم تخرجوه مع جورج خباز اللي كتب الفيلم وأشرف عليه، وهن عملوا كل واحد سيجوان منه. عندنا سيانس بالفستيفال بتقدمها ميريال أبو الروس
كلها مخرجين شباب واعمال مشتركه بيناتهم. عندنا مشاركه من فامو ببراغ، جامعه فامو كمان في فيلم مشترك اخراج مجموعه من الطلاب اللي هن كمان اول مره فيتشر فيلم دايركتورز. حتى بالاوبننج الافتتاح رح يكون مع اوركسترا لوبام اللي هي اوركسترا شباب لبنانيه، هي اوركسترا من الجناس شباب وصبايا صغار بيتمرنوا سوا باشراف النايب غسان مخيبر اللي هو عنده نشاط فني كمان. وكمان في حتى البرزنتيشنز الفنيه كلها معموله من تلاميذ او اشخاص مخرجين جديد كلياتهم عندهم الاندفاع بعمر في الشباب. في ورك شوبس كمان يمكن ما فت السنين اللي قبل بيجوا اشخاص ممثلين او مخرجين من خارج لبنان سام كمان بيعطوا للتلاميذ يمكن هالحلقات الاضافيه. صح، في عنا اول شيء في ثلاثه ورك شوبس تكنيكال يعني اشياء تقنيه بتعملها شركات ايكويبمنت معدات تصوير مثل عنا كانون وعنا باناسونيك وفي عندنا برو لايت معدات اضاءه، هودي شركات مقيمين بلبنان بس جايبين خبراء من بلاد يعني من اليابان لحتى يجوا يعطوا او من كوريا بيعطوا اشياء على الايكويبمنت تبعهم. في عندنا ورك شوب مع مخرج تشيكي اسمه مارتن وولف يلي هو عم يعمل عن اللغه السينمائيه ورك شوب، وفي عندنا ورك شوب مع مخرجه فرنسيه وورك شوب مع مخرجه استراليه، واحد عن السينما الكرديه وواحد عن السينما الايرانيه. نعم سام، رح ارجع للفيلم اللي حكيت عنه، اخترتوا 7 مخرجين ما بعرف على اي اساس اخترتون، بس لما يكون في فيلم وعم بيعمل اخراجه اكثر من شخص ممكن يكونوا 2 بس 7 يعني ما بعرف كيف قسمتوا الفيلم ليصير من اخراج 7. وبرايك انه الفيلم بنظره وحده لمخرج واحد مش هيك متكامله اكثر بتكون صورة؟ بكره لما تشوفي الريزلت بتشوفي كيف الهدف. انا ما عندي شك لك القصه هي انه الاختيار كان كثير صعب. اول شيء حطينا كريتير اكاديميك وكريتير قديش انت كيف عملوا افلامهم هالطلاب، شو طلعت نتائج افلامهم، وكان عندنا شوا من حوالي 30 فيلم 30 مخرج شاب وصبي مخرجين من عندي، وصرنا نعمل شورت ليست لوصلنا ل 12 بعدين كمان لوصلنا ل 7. كنتوا مقررين بتكون 7 ولا 7؟ لانه الفيلم مكتوب بشكل انه هو 7 شابيتر كاتبه جورج خباز بيحكي عن 6 نساء كل مرة عند المخرج طبعاً. صح اكزاكتلي كل مره خسرت حدا بالحرب يعني حدا مفقود. هلا الموضوع منه جديد مكرر كثير وعم يتعالج كثير حتى بافلام شورت فيلمز او بافلام طويله. بس الابروتش الطريقه المشغول فيها الفيلم هي طريقه جديده. هو حاله لكل مره في عندها حاله نفسيه عايشه فيها، في كاركتر مشغول بدقه كثير كيف عم تتعامل مع قصه اختفاء هالرجل بحياتها قبل ليله من مظاهره عم يعملوها بساحه الاسكوا ليطالبوا يرجعوا ليخلوا. بتعرف انه عندنا اطول اعتصام بالعالم موجود بساحه الشهداء من شان المطالبه بالمفقودين خلال الحرب. وينه؟ خلينا بس نوضح اسمه وينه الفيلم رح ينعرض ايمتى ضمن المهرجان؟ هلا وينه رح نعمل اول عرض يلي هو عرض افون بريمير منه بريمير بالفستيفال نهار السبت 16 الشهر. هو عرض للاصدقاء واللي اشتغلوا بالفيلم لحتى نشوف كيف ردود الفعل عم بتكون على الفيلم. في عندنا لنشوف اذا رح نربح الجائزه بدبي يعني بريمير العربية رح تكون بدبي انترناشونال فيلم فيستيفال. هو مرشح للمهر الذهبي. هلا هن طلبوا منا ما نعلنا بس طلعت هلا شو بدنا نعمل؟ لا هيدا علنت حط الحجه فيي. وبعدين في عندنا برمي بفستيفالات باوروبا اوريدي قدمنا على برلينالي ان شاء الله ينقبل، وفي مقبول لفيينا ولتشيكيا. في عندنا اشياء اوريدي اخذنا موافقه انه رح يكون الفيلم موجود معهم بس للسنه الجايه. اذا ما عندنا شروط بريمير بفستيفالات باوروبا رح ننزل بالسينما يا قدر يا نيسان. الا اذا كان في شروط بريمير بتعرفي بعض الفستيفالات بيعرضوا انه يكون عندهم اول مره بس مضطر ناخر شوي. وقت الفيلم قد ايه؟ هو فيتشر فيلم 80 دقيقه. 80 دقيقه. طيب اذا عم نحكي فيها الست شخصيات يعني بفهم هي بطوله مشتركه. صح. ويمكن كل سيده بتجسد هالمعاناه اللي عم بتعيشها، اكيد يمكن السيجمنتس مقسمين بطريقه متساويه، هون بحس يمكن هذا الشيء ساعد بعمليه المونتاج سام، يمكن كل مخرج كان على الايديتنج تبع السيجمنت الخاص فيه، صح؟ نحن اعتمدنا اديتور واحد لكل الفيلم وسينماتوجرافر واحد وساوند واحد، يعني نفس الشخص كمشوا الفيلم من ناحيه الصوره والمونتاج والصوت. واكيد اشراف جورج خباز على الفيلم خلى على طول يعمل فاين تيونينج وعملوا ووركشوب، اشتغلوا حوالي 4 أشهر قبل تحضير للفيلم، يعني مع كل مخرج يقعدوا يشوفوا كل مشهد بده يكون، بس التصوير صار ب 12 يوم، يعني التصوير كان كثير منظم بشكل انه ولا دقيقه كان عم بيضيع. وقدرنا وصلنا لهالنتيجه. واكيد في بطوله مشتركه، هو فعليا هو البطل الاساسي، هو الفيلم بحد ذاته السيناريو البطل، بس في مجموعه كبيره من الممثلين اللي هن ممثلين محترفين. اذا بقدر اعدهم على السريع بحسب الظهور بالفيلم: كارول عبود، رودريك سليمان، انطوان ملتقى، لطيف ملتقى، تقلى شمعون، ليليان نمره، زياد صعيبي، كارمن لبوس، جوليان فرحات، ندى ابو فرحات، طلال الجردي، لورا خباز. ديامون ابو عبود ذكرت. ديامون ابو عبود الي متره. ما خليته حدا بالجامعين حتى
طيب نحن بدنا نشكر حضورك سام، بدنا نقول انه المهرجان ببلش ب10 الشهر وبيخلص ب17، في تكريم لحدا لكم العدد كم؟ هو الافتتاح رح يكون تكريم لهالعمل يلي هو وينهم كل الاشخاص اللي اشتغلوا فيه، وفي عندنا ضيفه الشرف كمان صبيه كثير مهضومه جان، هي برنسيس ميلاني دو موناكو، رح تكون هي كمان عم لانه هي ناشطه كثير بامور الشباب باوروبا وكمان عم بتكون معنا لحتى تعطي نفس هيك جان كمان. هلا لمزيد من المعلومات عن الافلام ويب سايت فيو تفوتوا على الويب سايت www.ndustudentfilmfestival.com او على الفيسبوك. نعم. اوكي سام لحود ميرسي لك وموفقين هلا بالدوره السابعه، ومبروك كمان الانترناشونال ستودنت فيلم فيستيفال للان دي يو، اكيد هذا فخر لنا. بنتوقف هلا مع بريك وبنرجع بنتابع اخبار الصباح. دائما مع الثقافه والفن، ومننتقل هلا لطرابلس وتحديدا لمركز الصفدي الثقافي يلي شهد على امسيه موسيقيه كلاسيكيه مع السوبرانو ماريا مطر، وخلال هالامسيه تم توقيع كتاب الدكتور سعيد الولي يلي حمل عنوان مقومات لتذوق الموسيقى الكلاسيكيه. تقرير منتابعه سوا. موسيقى الرقص الغناء والكتابة فنون كلها اجتمعت بمكان واحد مركز الصفدي الثقافي بإطار التعاون بين نادي لايونز فيكتور وجاروس بريس ناشيرون ومؤسسة الصفدي. أقيم بمركز الصفدي الثقافي أمسي موسيقي كلاسيكي قام بأداء مع المغنية السوبرانو ماريا مطر كل من عازفي البيانو غنى فلاح ديما فلاح محمد النيمني، حيث تم العزف على مقطوعات موسيقية لعدد من المشاهير بالفن الموسيقي الكلاسيكي ومن موزار وشوبان وخاتشاتوريان. الأمسية الفنية تخللها حفل توقيع لكتاب الدكتور سعيد الولي مقدمات لتذوق الموسيقى الكلاسيكية، وهو يعتبر من أوائل الأدلة اللي بتساعد بالتفصيل الدقيق على سماع كبريات الروائع الفنية لكبار الموسيقيين أمثال بيتهوفن وموزار وتشايكوفسكي وشتروس. وبالختام أحيا العازفين ومغنية السوبرانو الأمسية يلي نالت إعجاب الحضور. ومن الموسيقى الى السياسه مع زميلتنا رولا كساب حداد ضمن برنامج كلام بيروت. صباح الخير رولا لك ولضيفك. صباح الخير. صباح الخير معالي الوزير مروان حمادي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت. رولا، شو ابرز المحاور يلي رح تتناولوها اليوم بالحلقه؟ اكيد رح بتكون مميزه. اكيد رح ناقش مع معالي الوزير مساله تصعيد سقف الخطاب السياسي بين حزب الله وقوى 14 اذار بشكل عام وتيار المستقبل بشكل خاص. اليوم في قراءه بجريده النهار لخلفيات يعني او اسباب هذا التوتير مثل ما وصفته الجريده. رح نحكي كمان بزياره الرئيس سليمان للمملكه العربيه السعوديه، امن طرابلس، مذكره القضائيه بحق علي عيد، وبدء الحوار بين تيار المستقبل وتيار الوطني الحر، يعني مجموعه من الملفات بالطبع اضافه للموضوع موضوع الازمه السوريه والعلاقات بالمنطقه المستجده تحديدا بين الامريكيين والايرانيين. نعم، فاذا كل المشاهدين مدعوين يتابعوا تفاصيل هالحلقه بعد دقائق على اخبار المستقبل. رح قبل ما نختم حلقتنا ننتقل الى منوعه جديده من الولايات المتحده الامريكيه، حيث اجتمع طلاب لابسين عوينات مضحكه وباشكال مختلفه، والسبب منتابعه بالتقرير. من 300 طالب اجتمعوا بملعب إحدى المدارس بلوس أنجلوس ووضعوا نظارات مضحكة. العدد ممكن يخولهم دخول كتاب جينيس للأرقام القياسية،
الأهم بالخبر أنه أرباح المناسبة ستعود لجمعيات خيرية. حلقتنا رح نختمها مع التقرير الرياضي وناخذ فكره اكثر عن النتائج والنشاطات الرياضيه اللي سجلت بلبنان والعالم، ونذكركم كمان انه ضيف زميلتنا رولا كساب حداد لحلقه كلام بيروت لليوم الوزير مروان حميدي. نحن بنعطي موعد بكره جوال، بكره حلقه جديده من برنامج اخبار صباح. بنشكر متابعتكم لنا اليوم وبنشوفكم بكره بتمام الساعه 7:30. باي. غادرت بعثة منتخب لبنان للبحرين على أنه تبلش فور وصولها أسبوع تدريبي مكثف، خاصة بعد انضمام المحترفين استعدادا لخوض المباراة الودية مع منتخب البحرين بتسعة من الشهر الحالي ومع الكويت ب15 بالكويت بالجولة الرابعة لتصفية كأس آسيا أستراليا 2015. منذكر أنه الكابتن رضا عنتر كان رجع لبيروت وغادر لينضم للمنتخب استعدادا لهالمباراة. تأهل فريق فلامينغو لنهائي كأس برازيل بالمباراة اللي أجريت على ملعب الماراكانا وقت كان عم يستضيف فريق جوياش، علما أنه مباراة الذهاب انتهت لصالحه 2-1. الضيوف الدقيقة الرابعة عم يتقدموا 1-0 بهدف من اللاعب إدواردو ساشا، بس فريق فلامينغو بدقيقة 13 عم بيرد بهدف التعادل عن طريق هيرنون وكرة عجز عن صد الحارس رينان. وبدقيقة 24 إلياس أعطى التقدم مرة جديدة لفلامينغو ليتقدم 2-1، وبقيت النتيجة على حالة مثل مباراة الذهاب، وهيك مجموع المبارتين بيكونوا 4-2 لصالح فلامينغو. فلامينغو عم يتأهل لنهائي الكأس لمواجهة فريق أتلتيكو بارانينزي يلي تغلب على غريميو بمجموع المبارتين 1-0. أكد النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم جوفنتوس الإيطالي أن التتويج بلقب الدوري المحلي هو هدف اليوفي هالموسم وأولوية للفريق خلال المرحلة المقبلة. وقال تيفيز لقب الكالتشو هو هدف اليوفي ومنه التتويج ابدا بدوري ابطال اوروبا، رح نروح بعيد بهالمسابقه هيك بعتقد. واضاف الاباتشي انه الفريق عم يسعى للفوز بلقب الدوري للمره الثالثه على التوالي، وهالشيء رح يكون انجاز كتير كبير له ولكل اللاعبين، وعلما انه بيحتل اليوفي المركز الاخير بالمجموعه الثانيه من منافسات شامبيونز ليج مع 3 نقاط. أطلقت روسيا بنجاح صاروخ للفضاء بيحمل على متنه شعلة أولمبية للألعاب الأولمبية الشتوية اللي رح تستضيفها سوتشي عام 2014، وأظهرت لقطات تلفزيونية انطلاق مركبة الفضاء من قاعدة بكازاخستان وهي بتنقل على متنها 3 رواد فضاء رح ينقلوا الشعلة لمحطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة للمحطة الفضائية الدولية حوالي 6 ساعات. ومن المقرر أيضا أن يحمل رائد فضاء الشعلة خلال رحلة سير بالفضاء لأول مرة بتاريخ دورات الألعاب الأولمبية، ومن المقرر أن ينطلق أولمبياد سوتشي ب7 من شباط المقبل. بالNBA فريق ممفيس كان عم يستضيف على ملعبه الفيدكس فورم قدام 15209 متفرجين فريق نيو أورليانز بيليكنز. مباراة عم تنتهي بسهولة لصالح فريق نيو أورليانز 99-84 مع إريك جوردون اللي سجل 19 نقطة وأضاف أنتوني ديفيس 18، وما نفعت النقاط 26 اللي سجلها مايك كونلي لممفيس ليتجنب خسارته الثالثة ب5 مباريات، علما انه هذا الفوز هو الثاني ايضا لفريق نيو اورليانز ب5 مباريات. بهالخساره ممفيس باقي بالمركز الخامس والاخير بمجموعه الجنوب الغربي، اما فريق نيو اورليانز فبيحتل المركز الرابع بنفس المجموعه. وبأبرز المباريات إنديانا تغلب على شيكاغو 97-80، أورلاندو على الكليبرز 98-90، بوسطن على يوتا 97-87، وأخيرا سان أنطونيو على فينيكس 99-96. رجع سيباستيان فيتيل لمصنع الريد بول بميلتون كينز بإنجلترا للمرة الأولى من فوزه الرابع على التوالي بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 ليشكر كل يلي كانوا وراء الكواليس ولعبوا دور بفوزه بهالبطولة. يوم ماطر من ايام شهر نوفمبر، وهيدي المنطقه اللي بتبعد حوالي 72 كيلومتر عن مدينه شمال لندن، بس الاجواء بمقر قياده فريق ريد بول كانت دافئه كثير. هالزياره كانت الاولى لفيتيل والتقى فيها طاقم العاملين، وتحدث ايضا مدير الفريق كريستيان هورنر بالاضافه للمدير الفني ادريان نيوي عن اهميه دور الفريق بالفوز باللقب. فيتيل قال انه بعده بيملك الدافع ليفوز باللقب عده مرات، بس من غير اتهامه بالسيطره على سباقات الفورمولا، لأن السيّل الألماني بيكره هالتعبير.
مثل رئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون قدام المحكمة العليا بلندن بقضية فساد متعلقة بمخالفات مالية لضمان تحكمه ببطولة العالم لسباق الفورمولا 1، ومن بعدها افتعال سبب لدفع مبلغ مالي لعضو مجلس إدارة بنك بايرن ألبي. إيكلستون قال بالاستجواب أنه قام بدفع مبلغ مالي للمصرف ليتجنب تعرضه لبلاغ للسلطات عن شؤونه الضريبية. إيكلستون اللي بيبلغ من عمر 83 سنة قال أنه ما كان عم بحاول أبدا وقت الصفقة وحاليا أنه يحافظ على منصبه كرئيس للفورمولا 1، وشدد أنه ما بده يموت وهو بمنصبه كرئيس تنفيذي للفورمولا 1.